بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. الأولاد والذرية من زينة الحياة الدنيا، تتعلق القلوب بفطرتها في هذه الزينة كما أخبر الحق تبارك وتعالى، حيث قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وده جانب بيشترك فيه البشر جميعا، حتى أنبياء الله تعالى الكرام مع تعلق قلوبهم بالله تعالى عز وجل، إلا إن هذا التعلق لم يكن مانعا من طلبهم ما شرعه الله تعالى للإنسان من تلك الزينة وفطرته المرتبطة بالتعلق بالأولاد، والتي تهفو إليها النفوس وتتعلق بها القلوب، والتي منها طلب الاستئناس بالولد، إن يكون عندي ذرية. وهذا ما فعله سيدنا زكريا عليه السلام كما حكى عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فسيدنا زكريا عليه السلام نادى ربه، يعني دعاه، طلب منه أن يرزقه الولد بقوله: لا تذرني فردا، أي أسألك يا رب ألا تتركني في هذه الحياة الدنيا وحيدا، لا ولد لي ولا نسل يرثني من بعدي، وأنت خير الوارثين، يعني سبحانك أنت خير من يبقى بعد كل مخلوق، فلا شيء يبقى للإنسان أفضل من مولاه سبحانه وتعالى. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ومن جواهر المعاني في هذا الدعاء، ومن اللطائف البديعية اللي اشتمل عليها هذا الدعاء المبارك، إن نبي الله زكريا عليه السلام طلب من ربه أن يرزقه الولد لأجل أن يرثه، كما علمنا في ذات الدعاء إنه ليس من الضروري إنه يتعلق الإنسان بطلبه. يعني أنا سألت ربنا شيء، بدعو الله بشيء، أرجو الله إنه يحقق لي كذا أو كذا، لا أتعلق، أنا أطلب، والله فضله ما فيش حرج على فضل الله وعلى رحمة الله وعلى كرم الله بالعباد، أطلب من المولى سبحانه وتعالى دون أن يتعلق قلب الطالب بطلبه. فمع كون العلة أو السبب من الولد هي الاستئناس، يعني ما يكون عندي ذرية، الإنسان بيبقى سعيد بالذرية عشان يستأنس بهم في الدنيا، ولأجل كمان أن يبقى وارثا له من بعده، ولدا ذكرا كان أو أنثى. إلا إن الطلب ده وإن لم يتحقق وإن لم يحصل، فإن الله تعالى هو خير أنيس ووريث. ويعني دي رسالة واضحة لكل إنسان، إنه يبقى بطلب وأدعو الله ولا أتعلق بالمطلوب، أتعلق بالله سبحانه وتعالى، أذن وفتح وداني فيبقى في هذا خير، منع فمنعه خير، المنع والعطاء خير للإنسان، لأن ده من الله الحكيم العليم. وكمان لما بنشوف في قصة نبي الله زكريا اللي كان كبير في السن واشتعل الرأس شيبة وبلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، وسأل الله هذا السؤال، رسالة واضحة لكل إنسان له عند الله حاجة، سواء كانت يعني الحاجة دي يسيرة أو سهلة كما في معتقد البشر، يسأل الله من فضله ويعلم وهو بيسأل إن مشيئة الله بالمنع أو العطاء يعني أفضل وأنفع من حاجته، فيترك يفوض الأمر لله، لأن الله يعلم ما ينفع الناس وهم لا يعلمون، ولأن الله تعالى أعز وأبقى من كل ما في الوجود، ورضاه سبحانه وتعالى خير مطلوب. وده من جواهر المعاني اللي احنا بنتعلمها من دعاء نبي الله زكريا عليه السلام. والإنسان في نفس الوقت يلح بالدعاء ولا ييأس أبدا ولا يمل من طلب حاجاته من الله تعالى، فإنها
ولو كانت هذه الحاجات المطلوبات اللي بيطلبها عظيمة أو غير متوقع الحصول عليها، زي ما في قصة نبي الله زكريا، يعني غير متوقع الحصول عليها بالنسبة أو في ضوء الأسباب المتاحة بالنسبة لي، يعني شيء صعب أنا شايفه بالنسبة لي، شيء صعب بعيد المنال، شايفه يعني شبه مستحيل إنه يتحقق. لا، المؤمن يعني يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله، لأنه مهما كانت الأشياء اللي أنا شايفها دي عظيمة أو صعبة أنها تتحقق، إلا أنها في جنب كرم الله وفرجه أيسر من اليسير، فأمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون سبحانه جل في علاه. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لما أن دعا نبي الله زكريا ربه دعاء خفيا، هذا الدعاء المبارك الذي دعا به نبي الله زكريا، قال الله تعالى معقبا على ذلك: فاستجبنا له. جاءت الإجابة، جاه الفرج لسيدنا زكريا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. وفي هذا أو بالتأمل في هذا السياق القرآني تجد تأكيد على معنى مهم هو من جواهر المعاني في النص القرآني، وهو إن الرزق بالولد هو محض هبة من الله تعالى. يعني إيه محض هبة؟ يعني عطية، هدية. شوف لما حد بيجيب لك هدية أنت بتقعد تتشرط عليه، أنا عايز كذا أو تجيب لي كذا، وإذا كان هو الذي يهديك فليس لك أن تشترط عليه، فده محض هبة من الله تعالى، وبالتالي هي مبنية معذرة مبنية على مشيئته جل شأن. يعني الهبة دي اعطائها للإنسان مبنية على مشيئته سبحانه وتعالى، المشيئة التي تعطي الأشياء على وفق مراده سبحانه وتعالى، المرتبط بإيه؟ بعلم الله سبحانه وتعالى، بما هو عين الصلاح للناس. فالإنسان يدعو ولا يتعلق بالمطلوب الذي يدعو به، وفي نفس الوقت علينا أن تسليم الأمر لله وتفويضه للمولى سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعلم ولا نعلم. لذا جاء التعبير ووهبنا له يحيى، هبة، عطية، هدية، منحة. وده بيفسره بوضوح قول المولى سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. كل ناشئ من العلم، من علمه وحكمته، وأنه على كل شيء قدير. قال تعالى حكاية عن نبي الله زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعلمنا سيدنا زكريا عليه السلام في هذا الدعاء إن الإنسان إذا كانت له حاجة عند الله تعالى يرجو قضاءها ويريد إنه يحصل عليها، فإنه عليه إنه يتأهل لطلبها بكمال الأدب مع ربه جل في علاه. ومن كمال الأدب ملازمة أنواع وصنوف الطاعات. شوف ربنا وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وده وصف سورة الأنبياء، وصف لأحوال الأنبياء، إنهم يسارعون في الخيرات، في مسارعة، في تسابق، في صنيع الخير، في الطاعات، في سعي دائم. إنهم يسارعون في الخيرات، ومع مسارعتهم في الخيرات ما بيعتدوش بالعبادة على إن هم ما يطلبوش، لا، بيطلبوا، يدعوننا رغبا ورهبا، وفي نفس الوقت وكانوا لنا خاشعين. الله تعالى يقول ذلك. فتعلمنا من دعاء نبي الله زكريا كذلك المسارع في الطاعات، وكمال الأدب في سؤال ملك الملوك، واختيار الأوقات والأماكن الطاهرات، فإننا حينما نناجي الحق نناجي ملك الملوك جل جلاله. شوف لو بتكلم ملك من الملوك هتختار إزاي العبارات، وتنمق إزاي الكلمات، وتتخير أرق وأرقى أساليب الخطاب، فما بالك وأنت
تناجي ملك الملوك جل جلال الله. أنت في هذا الحال من كمال الأدب في الطلب، كذلك قلب العبد في هذا الحال فيه ما فيه من حسن الظن في خالقه سبحانه وتعالى، ساعتها يستجيب الله الدعاء. وانت بتتخير الأحوال والأماكن الشريفة، ده شيء مهم، كما فعل نبي الله زكريا حينما دخل على ستنا مريم عليها السلام في محرابها، ستنا مريم عليها السلام، ووجد في محراب ستنا مريم من الأرزاق والخير والبركة والعطاءات الإلهية العجيبة، كما وطبعا هي كانت في كفالة سيدنا زكريا، فكان هو زوج خالتها كما قال الله تعالى وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب اللي كانت قاعدة فيه للعبادة والتبتل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الكلمة دي هو مش عارفها سيدنا زكريا، عارفها، لكن المؤمنين كده بيبقوا سند لبعض في الدنيا. لما تسمع ساعات تسمع ذكر أو آية بتتلى من غيرك فتكون أوقع في قلبك من سماعك لنفسك، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تحرك قلب، وتحركت قلب سيدنا زكريا، ورغبة سيدنا زكريا في الاستئناس بالولد، فاغتنم عليه السلام المكان المبارك محراب العبادة اللي كان بيدخل من وقت للتاني، يعني يسأل ستنا مريم ما إذا كانت تحتاج شيئا، فلما وجد الخيرات الكثيرة والعطاءات المباركة سألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الساعة المباركة وفي هذا المحراب المبارك توجه نبي الله زكريا إلى ربه صادقا مخلصا في طلب حاجته، فقد ذكرته سيدتنا مريم سيدة نساء العالمين بهذا المعنى الراقي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فدعا سيدنا زكريا كما قص علينا القرآن الكريم، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ناخد أسئلة حضراتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى البركة في الوقت. أستاذة سهيلة ألو، مساء الخير يا فندم. مساء الأنوار يا فندم. بعد إذن حضرتك، أنا يعني مش بعرف أقرأ ولا أكتب، وببقى عايزة أفتح المصحف عشان بيبقى مركون ومشي عليه بإيديا كده، ده حرام ولا يعني حرام؟ مثلا بتسمعي القرآن وبتمشي عليه كده بإيدك ولا بتعملي إيه؟ مجرد بس يعني أنا بسمع عادي، أنا بسمع القرآن، بس أنا مثلا عندي مصاحف في البيت مستحرمة ركنتها، فبحب أفتحها ومشي بصباعي كده على الكلام. طيب اللي في البيت ده حد تاني بيقرأ منه؟ في حد بيقرأ منه. عادي. طيب ماشي يا سهيل، حاضر. في حاجة تانية؟ في سؤال تاني. أنا ليا أخت عندها 3 بنات يتامة، فأنا بحب إن أنا أي حاجة أطلعها مثلا أيا كان، يعني خير حابة أعمله، بس أقربها هي إن أنا أحب أعمل لها الخير ده ليها ولبناتها.
او هي محتاجه يعني. هي بتبقى محتاجه. تمام. دي قصدك يعني ان ده من الزكاه يعني، ولا قصدك مطلقا؟ مطلقا يعني عامه زكاه مطلقا في عمل الخير، اطلع حاجه بشكل خاص او تمام. هي يمكن ليها معزه في قلبي كمان. تمام حبيبتي، شكرا. سهيل معانا. استاذه منى اتفضلي. يا استاذه منى. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. الو. اي مع حضرتك. انا دلوقتي عملت عمليه اجهاض من اسبوع. هو كان البيبي كانش لسه تم ال 40 يوم، فانا لما سالت يعني حد في دار الافتاء وكده اتصلت بيهم، قالوا لي ان هو يجوز طالما هو ما اتخلقش، فالدم اللي نازل ده يجوز قبل نفخ الروح يعني. ايوه. هو كانش لسه تم 40 يوم. طيب تمام. في سؤال تاني؟ اتفضلي. انا عندي ليا والدتي جحده شويه علينا، ناشفه شويه علينا. فنتعامل معاها ازاي؟ وكل النقصه اللي تبقى في قلبنا دي. كبيره في السن؟ لا عادي يعني 55 سنه، مش كبيره قوي. طيب. فاحنا يعني انتوا متجوزين؟ يعني انت مثلا متجوزه ومستقله؟ وهي ما بتسالش مثلا طريقتها وحشه معاكوا يعني؟ ايوه. فاحنا بنبقى طبعا بقى في نقصه، مش قادرين. لا هل النقصه دي بقى تبقى حرام؟ احنا مثلا هل ايه؟ نقصه في قلبنا كده مثلا منها. في موقف معين ما عملته فينا، وجع القلب منها يعني. انت قصدك كده. طيب. تاني حاجه، فاهم هي مثلا مش بتودنا قوي. انا فاهم قوي. فاحنا ساعات مثلا شكرا. ناخد منها حاجات ومن غير ما هي ما بتعرف. تاخدوا منها ايه؟ حاجات من لا ده يعني سؤال تاني بقى. ده السؤال اللي قبل كده فهمته، ده السؤال التاني ايه بقى؟ ان احنا مثلا ممكن ناخد من عندها حاجات من غير ما هي ما تكون عارفه، مثلا ممكن نكون اخواتي الصبيان عارفين. زي ايه؟ الحاجات اللي زي ايه بتسرقوها يعني؟ حاجات في البيت مثلا. بتاخدوا ايه؟ ادوات البيت؟ أيوة. ممكن ناخد فلوس؟ ممكن ناخد لا مش فلوس، زيت، سمنه، سكر كده. ممكن يكون اخواتي عارفين بيها وهي لا. تمام. فهل بقى دوت يبقى حرام؟ ولو انا استحرمته، فهل ان انا ارجع اقول لها ان انا خدت ولا؟ حاضر. شكرا شكرا. ست ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه ورضوان، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره؟ كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه ست الكل، اتفضلي. انا عندي سؤالين. انا مريضه مرض مزمن وما ينفعش ان انا اصوم، فهل دلوقتي اطلع فلوس ولا لازم انا اعمل اكل واطلع افطار صايم؟ حاضر. ولو حضرتك عزمت مثلا خطيب بنتي وام وابوها، احسبهم من افطار صايم ولا لا؟ يعني انت بتسالي هل ان انا اطلع الاطعام من اكل البيت ولا اطلع فلوس؟ ولا القيمه يعني؟ في ناس، مع العلم ان في ناس بتطلع اطعام وانا عارفاها، بيقولوا لي ممكن تدينا فلوس واحنا يعني ايه بنعمل لك الاطعام. ايوه. تمام. ده السؤال. السؤال الثاني بسرعه بس. حضرتك، في لعبه اسمها لعبه ليدو بندوس عليها بالظهر، انا حلمت عرفت ان دي حرام، فانا عايزه اتاكد من حضرتك دي حرام، ادفعها من تليفوني ولا لا؟ طيب هنشوف اللعبه دي. تمام ماشي يا ست ام محمد. في حد ثاني معانا؟ طيب عشان الوقت معلش هنطلع الكتاب، وبعد الكتاب ربنا ييسرها ان شاء الله. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، برحب بحضراتكم. نجهز المصاحف، هنكمل تصحيحنا لسورة المرسلات،
ومعانا النهاردة هناخد من الآية 20 ل 28. مستعدين ولا تعبتوا؟ طب دائما مستعدين إن شاء الله. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكوا في اللي هقوله. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ليه قلت خلي بالكم؟ عندي القاف والكاف. القاف والكاف حرفين متقاربين في المخرج وفي الصفة. في المخرج قا كا قريبين من بعض. قا كا قا كا. طيب القاف عندي سكنة. يعني ايه سكنة؟ لو بصيتوا في المصحف مش هتلاقوا عليها تشكيل، مش مشكولة لا فتحة ولا ضمة ولا كسر، يبقى ده اسمه الحرف الساكن. لا بتقول له قو ولا قي ولا قا، ما عليهوش اي حركة من الحركات على الحرف، الحرف يبقى ايه؟ ساكن. وراه الكاف المشددة، والاتنين قريبين من بعض جدا عشان تيسير القراءة على القارئ. فهيبقى عندي هنا إدغام كامل. يعني إيه إدغام كامل؟ يعني القاف دي هتدخل في الكاف، مش هيبقى فيه قاف، هيبقى فيه كاف. فأدغمنا، خليكم معايا وما تناموش، القاف دخلت في الكاف، هيبقى إيه؟ نخلق كم. إدغام كامل. نخلقكم. فبالتالي أنت ما تيجي تقراها أيسر لما هتبتدي تعمل يعني تظهر شوية القافة، تقول نخلق، هتبقى تقيلة. يبقى هنقولها تاني. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيمتن على الإنسان بخلقته، الإنسان اللي اتخلق من هذا الماء الضعيف الهين بقدرة القادر العظيم يمكث في رحم المرأة ويتكون الجنين. آية من آيات الله، آية من آيات الله، عشان نغفل عنها ولا نتدبر فيها ونفكر قد إيه قدرة الخالق العظيم في أنه من هذا الماء المهين خلق هذا الإنسان وكرمه وأحسن خلق هذا الإنسان. فهنا الآيات بتتكلم عن آية من آيات الله، وهي خلقك أيها الإنسان. آية من آيات الله التي تستوجب على الخلق إنهم يفكروا في قدرة الخالق العظيم. وبعد كده الآيات هتتكلم عن خلق الأرض، فنبتدي بس بدي ونكمل مع بعض. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين
المكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وجعلنا فيها رواسي شامخات رواسي شامخات وأسقيناكم رواسي شامخات وأسقيناكم أنا عدت المقطع ده عشان الإدغام خلي بالكم إيه الرواسي دي؟ الجبال وشفت إيدي رواسي رواسي شامخات شامخات الجبال الشاهقة الضخمة دي ربنا بعد ما بيذكر الإنسان بفضله عليه في إيجاده من عدم وخلقه من الماء الضعيف وإنه يبقى له وقت مؤقت في رحم أمه وبعد كده تيجي ساعة إلى قدر معلوم تيجي ساعة الولادة من الذي خلق هذا؟ الله من الذي أوجد له هذا الكون وأعده للإنسان بهذه الأرض اللي فيها كل الخيرات للإنسان مسخرة للإنسان يقدر يعيش عليها ويقدر يسعى ويقدر يأكل ويقدر يشرب ويقدر ياخد من المواد الأولية والطبيعية بتاعتها ويعمل صناعات ويعمل ويزرع حاجات كتير كل الآيات دي الويل والهلاك والعذاب لمن رأى هذه الآيات ولم تكن دليلا له على وجود الخالق العظيم يبقى أنا وأنا أقرأ هذه الآيات أبقى حاسس الإيه المعنى ناخد المقطع الأخير والحلقة المقبلة إن شاء الله كل واحد منكم يقرأ لوحده ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم لا توسط بس ما عنديش غنة توسط بس وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين
أهلا وسهلا بحضرتكم. سهيلة كانت بتسأل إن هي لا تقرأ ولا تكتب، بتضع أصابعها على المصحف وتمرر الأصابع على المصحف من باب الاستئناس به، لا حرج من ذلك. ولو طبعا قصد الإنسان بكده التعلم ورعاية المصحف وإنه يستأنس به فلا حرج، لكن أنا بنصح دايما إن إحنا بنتعلم، أكيد عندنا أبناء أقارب حد يعلمنا نقرأ ونكتب على قدر طاقتنا، وما أجمل إن الإنسان يسعى في تعلم اللغة العربية كتابة وقراءة لكي يتعلم عبادة القرآن الكريم. بالنسبة لي حضرتك ليكي أخت ليها أولاد، ثلاث بنات يتامى، بتقول أنا دايما بفضلها مطلقا بالمساعدة سواء في الصدقة في عمومها أو في من الزكاة. طبعا يجوز ذلك، بل إن الشرع الشريف حبب إلى فعل ذلك، فهو أمر كمان يعني إحنا نصحنا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الصدقة على القريب يعني سنتان، صدقة وصلة، يعني باخد ثواب الصدقة وباخد ثواب البر بالقريب، يبقى صلة وبر وصدق في ذات الوقت. فربنا إن شاء الله يكرمك، وطالما أنهم كانوا من أهل الاحتياج وانت شايفاهم أنهم في ضائقة وهم من الأصناف، إذا كنت بتطلعي من الزكوات فيجوز لك ذلك، إذا كانوا ممن تنطبق عليهم يعني شروط أنهم ياخدوا من زكاة المال. الأستاذة أما مطلق الصدقات فده براحة حضرتك فيه. الأستاذة منى بتقول عملت عملية إجهاض من أسبوع، وكان ده قبل ما تبلغ أو يبلغ عمر الجنين 40 يوم، يعني قبل نفخ الروح، فهي سألت في دار الإفتاء اللي عملته ده يعني في مشكلة بالنسبة لها يعني، فهم أجابوها بأنه ما فيش مشكلة. احنا قلنا قبل كده انه لا حرج في ذلك شرعا، وما تم الافتاء به صحيح اللي هو قبل نفخ الروح، فما افتوك به مظبوط يا استاذة منى. السؤال الثاني ان والدتها جحد عليهم جدا، هي يمكن قصدها تقول مش كريمة معاهم لانه بتعاملهم معاملة وحشة، ازاي هم بيبقى في نفسهم اشياء منها وفي نفس الوقت هم بياخدوا حاجات من وراها. انا عندي سؤال من شقين، احنا دايما نقول مع الوالدين حتى وان ظالمانا الاب او الام او واحد منهم دون الاخر، وجب على الانسان البر، والحكمه دايما ضلت المؤمن، ومطلوبه ان الانسان يتعامل مع الاخرين بالحكمه ويصبر الانسان اللي في قلب الانسان، ده بيبقى غصب عنه، بيبقى غصب عن الانسان. ورحم الله والدا أعان ولده على بره، النبي عليه الصلاة والسلام وجه الأباء والأمهات إلى ضرورة الإحسان إلى الأولاد عشان نعين ولادنا على برنا، فما نبقاش قاسين ما نبقاش جاحدين معاهم، لكن الأولاد برضو يعذروا الأباء والأمهات، ربما يعني ترعرعوا أو كبروا في بيئة كان فيها قسوة، ما كانش فيها حنان، ما كانش فيها رحمة في التعامل، نعذر لهم ونتعامل بالحكمة، ونعرف ان احنا عايزين برضو ننجح في هذا الامتحان، مش عايزين ان احنا يبقى فيه مخالفة وعصيان. بالنسبة بقى ان احنا بناخد حاجاتها من وراها بتاعت البيت، لا يجوز اخذ شيء من حاجات الست الوالدة دون اذنها. طب ايه الحل في اللي احنا عملناه؟ لو رحنا قلنا لها وانها تسامحنا ده حل، وحل تاني عشان ما نخشش في مواجهة معاها نرجع الحاجات دي من سكات زي ما خدناها من سكات مرة تانية، ونسأل الله المغفرة وإنه يغفر ويرحم يا صاحبة السؤال. ويبقى معنا سؤال إن شاء الله غدا نجيبه بإذن الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك وبسر الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أن تهب السائلين بذرية الطيبة، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم واحفظنا في جميع الحركات والسكنات، واصرف عنا جميع السيئات والمكروهات، وافتح لنا أبواب الفضل والبركات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين.